أي لقب الأفضل، الأمير أو البيك؟ لا أكيد الأمير، البيك هو اللي لبسوهم إياه الأتراك. أمير طلال إرسلان وئام وهاب. يا لطيف من الأحراج. يقال إنه عندك علاقة كتير قوية كان بغازي كنعان. بشير جميل، كمال جملاط. بشير جميل. ولكن هذا المعلم، يا ريت علم جماعته كفاية. حليفنا الطبيعي المسيحي طلع يتعنى بنص قلبنا. ما بدي اختار. الله أكبر، ما لا اختيارات. هيدا المعتر دو ما حكم. بحلفك بكل قرايبك وأهلك وأمواتك إنه ما تخليني اختار من هالاثنين. مستحيل أفكر رقبة من بعض. نورة جملاط، ستري دجاجة. اثنينهم كتير حلوين. الله أكبر. أوف 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 أوف. من قتل لقمان سليم؟ كل ما واحد حكي ضد حزب الله بتجي إسرائيل بتقتله. حدا يفسر لي. حياة إرسلان الثائرة تدافع عن رياض سليمي؟ ومش الذنب ذنبه، الذنب ذنب جبران بكل وقاحة. الأميرة حياة إرسلان، ضيفة طوني خليفي بسؤال محرج، لحد 10 لتلت المساء على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال.